مرحبا بحملة أعلام فوج الخريجين 28، مرحبا بهم وأيديهم المشرعة تفتح اليوم أبواب المستقبل الكريم. نحن الآن على موعد مع أصحاب هذا العرس، مع خريجي فوج 28، معهم عبر البث المباشر، وهم ينطلقون الآن إلى هذه القاعة المباركة. يا موكب الأحرار أقبل باسما، واصرف بفجرك ليل ذل غاشما، هذه قلوب الناس حولك تنتشي وتصادق الفرح الكبير الهائما. إنا لنسمع زغردات جلجلت ونرى ابتهاجك صار عيدا قائما. يا موكب الأحرار أقبل ضاحكا واصرف بفجرك ليل ذل حالك، هذه فلسطين الحزينة زغردت لما رأتك قطعت دربا شائكا. فالعلم مفتاح التحرر عندها، فانجح لها واجعل نجاحك فاتكا. العظيمة يسكن الرجال العظام، مع قادة الجامعة الإسلامية بغزة المرتقية إلى الصروح من وسط الخيام، مع موكب مجلس أمناء الجامعة الإسلامية، ومع موكب مجلس الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية، يتقدمهم معالي النائب رئيس مجلس الأمناء جمال ناجي الخضري، والأستاذ الدكتور رئيس الجامعة الدكتور كمالين شعب.
أنه معراجكم نحو الهداية والفلاح. طوبى لكم، ها قد عرفتم فالزموا سبل الإجادة والتفوق والنجاح. ما زالت الدنيا تتابع خطوكم، سيروا بها في عزة نحو الصلاح.